السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. كيف ما طلبتم مني فأنا اليوم غادي نعطيكم دي كوكيز بالدقيق الكامل، صحيين، كيجيو معلكين، لذاذين بزاف بزاف. كنحضرهم بزيت الزيتون، اللي ما كتعجبوش نكهة زيت الزيتون فيمكن له يدير الزيت النباتية، كيجيو لذاذ لذاذ بزاف. بلا ما نطول عليكم، أجيو تشوفوا معايا المقادير وطريقة التحضير. دونك بالنسبه للمقادير، كنحتاجو 120 غرام ديال الدقيق الكامل بالنخاله ديالو، 120 غرام بودره اللوز اولا لوز مطحون بالقشره ديالو، 100 مليلتر ديال زيت الزيتون ولا زيت نباتيه، 100 غرام سكر اسمر ولا 80 سكر عادي، بيضه واحده، معلقه كبيره حليب سائل، معلقه صغيره ديال خميره الحلوى خميره كيماويه، معلقه صغيره ديال الفاني ليكيد. فواحد الاناء غادي نديرو زيت الزيتون ولا زيت النباتيه، السكر الاسمر اولا السكر العادي، والبيضه والفاني. اللي ما عندوش ليكيد يدير ساشي. نخلطو مزيان بطراب كهربائي بهذا الشكل، فاش يندمج لينا كلشي فغادي نضيفو بودره ديال اللوز اولا اللوز مطحون بالقشره ديالو. انا درت اللوز مطحون بالقشره ديالو. غنضيف معلقه كبيره ديال الحليب، غادي نحرك مزيان. في الاناء الاخر غادي ندير النواشف يعني الدقيق والخميره، وغادي نضيفو على سوائل، فغادي نبقى نحرك بهذا الشكل. نقدروا نستعملوا اليدين ديالنا فغادي يكون احسن. وغادي نشكلوا واحد الكره، غادي نسخنوا الفران على 180 درجه، وغادي نبقاو كنكوروا كويرات. اللي بغى دي كوكيز كبار يدير 20 وحده، واللي بغى دي كوكيز اللي هما صغارين في الحجم يدير 25 وحده بالمقادير اللي عطيتكم انا. دونك كنبقاو كنكوروا بين يدينا كيف كتشوفوا، كنديروهم على صينيه عليها ورق الطبخ، وكنبقاو كنثبتوهم بيدينا بحال هكا، كنتكيو عليهم واحد شويه، وكنديروا فوق منهم حبيبات ديال الشكلاط بهذا الشكل هذا. كنحاولوا ان نحطوهم يعني مزيانين باش يجيو في المنظر مزيان، كنبقاو نثبتوهم بهذا الشكل، كنحاولوا نتكيو عليهم شي شويه بيدينا باش لو كوكيز ديالنا ولا لي كوكيز ديالنا يجيو في المنظر زوينين. كيف ما قلت لكم الفران ديالي سخون على 180 درجه، غير التذكير فقط. دونك فوالا لي كوكيز ديالي كيجيو في هذا الشكل هذا. فاللي بغى يضيف حبيبات الشوكولات لاباط ديالو فكيضيفها بهذا الشكل، لكم الاختيار. كتبقاو كتعجنوا بحال هكا لاباط، ومن بعد كتكوروا الكويرات ديالكم كيف ما شفتوا. فانا غادي نعطي الاروات تصاوب معايا دي كوكيز، يمكن لكم تعطيو لوليداتكم يصاوبوا معكم دي كوكيز، فهاد الشيء كيفرحهم. فوالا كنقول لها اتكي عليها مزيان. دونك هي هذه الصينيه اللي صاوبت انا واروى، غندخلهم الفران لمده ديال 10 ديال الدقائق ولا على حساب الفران ديال اي سيده. فاللون ديالهم كيجي على هذا الشكل، كنخليهم يبردوا في الصينيه عاد كنحيدهم. كيف كتشوفوا اللون جميل جدا. فوالا شوفوا كيف كيجيو من الداخل، فكيجيو رائعين وصحيين وكل شيء، فما تحرموش راسكم وتحرموش وليداتكم منهم. فوالا دونك فاش كيبردو كنديروهم في واحد العلبه ديال الحديد ولا علبه اللي كتغلق باحكام، وكتشربوهم مع قهوه ولا مع حليبه ولا مع اتاي بالصحه والراحه. الى عجبتكم لا فيديو، عجبوكم هاد لي كوكيز، ابوناو في لاشين وما تنساوش تبارطاجيوهم مع احبابكم وصحابكم، وما تنساوش تردوا عليا الخبر الى صوبتوهم. الى اللقاء.